مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء في كل مكان، هكذا التواصل مستمر. ما لازلنا مشاهدينا الكرام نتابع هذه الانطلاقات الصباحية، شوطا يتلوه الآخر، شوطا ينتهي وشوطا يبدأ بأسماء جديدة وشعارات منطلقة بهذا الشوط على بركة الله وحفظه. مشاهدينا الكرام نتابع هذه الانطلاقات الصباحية ونتابع الشوط الذي يحمل هذه الأسماء الكبيرة ويحمل هذه الشعارات الرائعة والمميزة. إذن المركز الأول مشاهدينا الكرام، التقدم بهذه اللحظات مع شاهنية على المركز الأول، والبداية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة عامر بن دعفوس المنصوري من يتابع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد الشاهنية أيضا على المركز الثاني المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة عامر بن دعفوس المنصوري من يقدم اسمين بهذا الشوط، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام تصل بهذه اللحظات الشاهنية لحميد بن سيد بن كعيب الفلاسي على المركز الثالث، والمركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير، والمركز الخامس تنطلق الآن على المركز الخامس وتندفع الشاهنية المملوكة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن علي بن خفية من يتابع لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن علي بن خفية، بينما المركز السادس مشاهدينا الكرام تنطلق بهذه اللحظات الشاهنية إذن المركز السادس مشاهدينا الكرام نتابع سادس المراكز ونتابع أيضا الوصول الرائع هنا مع المركز السادس، تنطلق عجبة سالم بن محمد بضبيعة من يقدم عجبة على المركز السادس، بينما المركز السابع وصفة سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبة من يقدم وصفة بهذا الشوط، المركز الثامن وصلت نشود راشد بن حمد بن علي الاشتبي قادم على المركز السابع ليقدم نشود، بينما المركز الثامن هنا مرموقة سلطان بن سيف بضبيعة من يقدم مرموقة بثامن المراكز. ننتقل إلى المركز التاسع مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هناك طرب حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة وعاشر المراكز تتقدم هناك على المركز العاشر الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وعبيد بن محمد بضبيعة في عملية التضمير. هذه النتيجة إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ولازلنا نتابع البداية، لازلنا نتابع المركز الأول والتغيير مع البداية، عجبة غيرت عجبة مشاهدينا الكرام لسالم بن محمد بضبيعة من يقدم عجبة على المركز الأول وعلى الكادر الأول، بينما المركز الثاني مشاهدين الكرام تتواجد غزلان لحميد بن سيف بن كعيب الفلاسي من يقدم غزلان على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الكرام التحديات القادمة على المركز الثالث مع نشود راشد بن حمد بن علي بن سرداح من يتقدم على المركز الثالث وغير إلى المركز الثاني. المركز الرابع وصفة سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبة مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول مع الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن المكتوم بن راشد المكتوم وعتيج بن علي بن خفية من يقدم الشكلة على المركز الخامس. المركز السادس مشاهدينا الكرام مرموقة لسلطان بن سيف بضبيعة من يتقدم مع سادس المراكز. ننتقل إلى المركز السابع نتابع الوصول بهذه اللحظات مع الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان يتواجد بمبارك على المركز السادس، والمركز السابع ضبيه سعيد بن محمد بن أحمد بن رفيعة. هذه الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نعود نرجع
نرجع إلى البداية، نرجع إلى مقدمة الشوط مع بضبيعة، لا زال بالمركز الأول ولا زال على بداية هذا الشوط. ما شاء الله الأداء جميل على البداية مع عجبة سالم بن محمد بضبيعة، من يقدم عجبة على المركز الأول بهذا الأداء الرائع وبهذا الأداء الممتاز. المركز الثاني الوصول والانطلاق مع نشود على المركز الثاني لراشد بن محمد بن علي الاشتبي قادم على المركز الثاني ليقدم نشود. المركز الثالث وصلت الآن وصفة سلطان بن طارش بن مبارك بالقوبة، من يوصف نائب على المركز الثالث مع وصفة. بينما المركز الرابع مرموقة سلطان بن سيف بضبيعة، بينما المركز الخامس تقدمت الآن الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد المكتوم وعتيج بن علي بن خفية. هذه الأسماء أيها المتابعين أيها المشاهدين الكرام في كل مكان. ونعود إلى البداية، نعود مع عجبة مشاهدين الكرام، ما طاعت سلم المركز الأول، لا زالت على المقدمة، لا زالت تواصل المسير وتواصل طريق الإبداع وطريق الصراع بالمركز الأول بقيادة سالم. هنا سالم بن محمد بضبيعة من يتابع المركز الأول، يلا يا أبو محمد ركز بهذا الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء تتواجد نشود، راشد بن حمد بن علي الاشتبي قادم على المركز الثاني وثالث المراكز. وصل الطرب وحمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة قادم ليقدم طرب على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت مرموقة سلطان بن سيف بضبيعة وبن طارش على المركز الخامس. إذن خماسية الماسية في بداية المسار، ومن 800 متر مشاهدين الكرام 800 متر وما حرك سالم بن محمد بضبيعة عجبة تنطلق بالمركز الأول بدون أوامر بدون تعليمات. ما شاء الله يا عجبة بدون أوامر تتقدم إلى البداية بالمركز الأول. الله يا عجبة بالمركز الأول ببداية الشوط. المركز الثاني نشود، راشد بن حمد بن علي الاشتبي بوهليبة قادم، طرب قادمة، حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة، ولكن عجبة على المركز الأول. عجبة هي الجميلة هي المتميزة بالمركز الأول. سالم بن محمد بضبيعة من يتقدم بالمركز الأول، بوهليبة قادم، بوهليبة يحرك طرب، حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة، المعركة بين بوهليبة بين بضبيعة، اللحظات الأخيرة. الله يا سلام المنافسة قوية بين بوهليبة بضبيعة، اللحظات الخطيرة. طرب وعجبة وطرب، بوهليبة بضبيعة. يا سلام. ولكن بوهليبة طرب هي صاحبة المركز الأول، حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة المركز الثاني. أو الدخول جماعي فوت وفنش، الدخول جماعي بهذا الشوط. سنتابع بكاميرا خط النهاية، ما نقدر نحكم عليهم. المركز الثالث نشود راشد بن حمد بن علي الاشتبيل، المركز الرابع وصفة سلطان بن طارش بالقوبة، على المركز الخامس هملولة سعيد بن مايد بن سالم من اشتبي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام، سنتابع بكاميرا الخط ونخبركم إن شاء الله. فالفائز بالمركز الأول، إذا تهانينا الفائز بالمركز الأول بهذا الشوط، تهانينا لجميع الفائزين. إذا تهانينا لك أبو، تهانينا والناموس. إذا بعدما وصلتنا النتيجة من كاميرا خط بعد مراقبة من خط النهاية، طرب هي صاحبة الانتصار. تهانينا لحمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة بعد